هذا عنده أي سؤال؟ طيب ممتاز. السؤال الجزء الثاني بيجي اللي بعديها: compared to mature cow milk, compared to mature cow milk, human milk is deficient in, human milk قليل فيه vitamin K ولا vitamin A ولا vitamin E and folic acid ولا vitamin C and vitamin D ولا folic acid and only. شو رأيك؟ vitamin C and vitamin D. vitamin C and vitamin D. vitamin C and vitamin H D. ممتاز. واضح. طيب هاي الكاو ميلك هاي الهيومن ميلك طلعوا من ناحية البروتين وين أعلى؟ أكيد الكاو ميلك. كاو ميلك الفات حليب الأم متساويين متساويين. اللاكتوز أو الكربوهيدرات حليب وين الأم. أعلى؟ وين أعلى الكربوهيدرات؟ حليب أعلى. الأم. حليب الأم بذا هيومن ميلك أعلى الكربوهيدرات زي اللاكتوز. الكازين والوي نسبة نسبة الوي بروتين اللي هو البروتين الصافي وين أعلى؟ حليب الايش الام. طيب الانرجي فاليو تقريبا متساويين. الانرجي فاليو تقريبا متساويين. واضح. فيتامين زي الفيتامين اي لاحظوا انه الهيومن ميلك شماله الفيتامين اي نوعا ما اعلى من الكاو ميلك. الفيتامين دي لاحظوا انه شماله اقل موجود في الكاو ميلك اعلى. فيتامين اي لاحظوا انه شماله الفيتامين اي اعلى في الكاو ميلك. فيتامين سي كمان اعلى بايش في الكاو ميلك. وبعدين الالكترولايت هي حطت فيهم. الجواب هنا على الاغلب هو فيتامين سي اند فيتامين دي. واضح الدكتور؟ لا. يجي السؤال بعدي بيحكي لك: 2 year old boy presented with fever, cough and bilateral wheezes. عندي دكتور صهيب تفضل. دكتور صهيب عنده سؤال بجوز. دكتور شو بالنسبه للفيتامين كي؟ لانه كان برضه حسيت عليها خلاف هاي. فيتامين كي هنا مش متطرقين له. الفيتامين كي هو ديفيشنت في الفيتامين كي. يس. شو اسمه الهيومن ميلك هو it is deficient في الفيتامين ايش كي. صدقا ما بعرف بالنسبه للمقارنه مع الامتحان تعجزنا فيها نفس الشيء وحكينا لهم وقلنا في القاعه حكينا للمراقبين انه هيك قالوا اختاروا اللي انتم بتشوفوه مناسب والمجلس الطبي اعتمد الفيتامين سي والدي ما اعتمد الكي لان الثنتين مع بعض على اساس يعني انه ديفيشنس الفيتامينين مع بعض نفس الجواب فهو اصح. جوز والله بس هو ما بعرف بدك تشوف انت مقارنه مع الكاو ميلك. بس هو ديفينتلي الهيومن ميلك اتس ديفيشنت ان فيتامين كي. يس. طيب سؤال بعدي سؤال 12 بحكي لك: 2 year old boy presented with fever, cough, bilateral wheezing. Physical diagnosis, physician diagnosed with bronchiolitis. Bronchiolitis. The wrong statement about this disease is. هذا السؤال مكرر فكرته مش نص حرفي لا فكرته مكررة. Most common cause is RSV. شو رأيك؟ RSV هو most common cause of bronchiolitis ولا لا؟ إنه viral. أكيد صح 100%. It's mainly affect children below age of 2 years. يعني affect الإنفانت الرضع أكيد 100%. It's self-limiting disease. اللي هو الماجوريتي اوف ذا كيسز خاصه الحالات المايلد ومعظم الحالات البنكرياس هم مايلد هم سيلف ليميتنج. علاجه ايش؟ علاجه سبورتيف فهو سيلف ليميتنج ديزيز. انتيبيوتيك يوز از مانداتوري. هل هاي صح؟ هل الانتيبيوتيك يوز مانداتوري ولا ات از اوبشنال؟ اتس اوبشنال. يعني شو يعني اوبشنال؟ يعني يمكن تلاقي بعض الفيزيشن بعض البيدياتر عشان بيعطوا انتيبيوتيك وأذر بديعته عشان ما بيعطوا أنتيبيوتيك. ولكن in general أنتيبيوتيك هل it should be used routinely؟ جواب لا. مش واضح. مش شرط to be used routinely. طيب diagnosis mainly rely on clinical history and physical examination. yes. ال diagnosis mainly يعتمد على clinical history وال physical examination. جواب هنا إيش؟ إدي. هذا عنده أي مشكلة في السؤال هذا؟ أنا حط لك definition عن clinical feature للبرونكولايتس. حط لك الميكروبيولوجي موست كومن كوز هو الار اس في. ايبيديميولوجي اند ريسك فاكتور. ايفالويشن كيف نعملهم ايفالويشن. دياجنوزس كيف نعملهم دياجنوزس وديفرنشال دياجنوزس. بعدين حط لك عن انتبهوا مين هم اللي بدهم انديكيشن فور هوسبيتاليزيشن بيسالوا عنهم هذول اللي هم الاطفال اللي عندهم مودريت تو سيفير برونكولايتس. النان سيفير برونكولايتس ات كان بي تريتد اوت بيشنت يعني هوم. اما والله اذا كان انديكيشن هوسبيتاليزيشن طلعوا توكسيك ابييرنس بور فيدنج ليثارجي ابنيا هايبوكسيميا هذول كلهم انديكيشن للهوسبيتاليزيشن. هذول انديكيشن اوف مودريت تو سيفير برونكولايتس. اذا كانت مايلد هذول الهيوم يدلوا على مودريت تو سيفير ريسبيراتوري ديستريس نيزل فليرنج ريتراكشن جرانتنج ريسبيراتوري ريت مور ذان 70 بيرمننت ديسنيا اند سيانوزس.
هذول بدهم hospitalization for supportive care and monitoring. العلاج in general للبرونكولاس هو supportive treatment. العلاج هو supportive treatment. وضع النقطة ولا لا؟ supportive. هنا أنا حط لك شوية تفاصيل عنه. العلاج بالتفصيل شو هو؟ طلعوا supportive care. It is supportive care. اللي هو maintenance of adequate hydration, relief of nasal congestion, monitoring of disease progression. We generally don't use pharmacological intervention. Bronchodilator, we are not, يعني هم up-to-date authors هذولا. يقولك ما بنستخدم روتينلي برونكودايليتر، ما بنستخدم الكورتيكويد روتينلي. واضح؟ وي جنرالي دونت يوز ذيس انترفينشن في الحالات المايلد. هون الحكي عن النون سيفير يعني المايلد. هذول الانترفينشن بامكاننا نستخدمهم وين؟ الحالات الايش؟ السيفير. الحالات السيفير بنعمل سبورتيف كير، واحد الاوبشن اللي بنستخدمها بامكاننا نستخدم ال شو اسمه اللي هو بحكي لك وي سجست نوت روتينلي ادمنستر انهيلد برونكودايليتر to infant and children with first opposite bronchiolitis. يعني حتى الفيرست اوبوزيت ما بنعطي احنا انهيلد برونكودايليتر زي البترول او الابنفرين. However, one time trial of inhaled bronchodilator may warranted for infant and children with bronchiolitis and severe disease. يعني بامكاننا نعمل trial. We recommend not using systematic glucocorticoid routinely in treatment of previously healthy infant hospitalized with first opposite bronchiolitis. واضح النقطة ولا لا؟ هاي كل هالاشياء انتبهوا لها، لاحظوا بيسألوا عنها هي بالامتحانات. طيب نيجي للبعديها سؤال 13 بحكي لك 4 month old infant with strategy of follow. لاحظوا ركزين على البيدياتريك كارديولوجي يعني الوحدة هاي لحد الآن. لحد الآن كم سؤال صار جاي عليها؟ أربع أسئلة وإحنا لساتنا بسؤال 13. أربع أسئلة على البيدياتريك كارديولوجي يعني وحدة مهمة. 4 month old infant تلاقي بعض الوحد بعض الدورات الامتياز مش جايبين سيرة البيدياتريك كارديولوجي بالمرة، بعض الدورات بركزوا عليها. 4 month old infant strategy of follow يجعل الاي ار ورسنج سينوزس اند اريتابل اوفر ذا لاست 2 اورز. شو هاي بنشتبه بايش احنا لما يكون طفل عنده ترجي فلوت يجي بسينوزس ورسنج سينوزس؟ شو بسموها هاي؟ بسموها ايش؟ تيت ايش سبيلز. انه هون سالنا عن التيت سبيلز. تيت سبيلز شو ميزتها؟ شو هي يعني الباثو باثو فيسيولوجي لها؟ هذا بيعرف شو الباثو فيسيولوجي للتيت سبيلز؟ بصير في سبازم في الصب، يصير عندنا سبازم في ايش؟ في البولمونري فالف او بالمصل تبعون الفالف بالمونري فالفز. هذا السبازم بيعمل لنا ايش؟ بيعمل لنا زياده في الشنتنج اوف بلاد من وين لوين؟ من الرايت سايد لوين؟ لا الليفت سايد. هذا بيعمل الدي اوكسجينيتد بلاد بصير يروح على السيركيليشن اكثر. الدي اوكسجينيتد بلاد هذا بيعمل ايش؟ هايبوكسيا. هاي الهايبوكسيا بتكون بتصير على البرين وعلى العضلات وعلى الجسم كامل وعلى على الهارت. فهذا بيؤدي انه يصير عنده اللي هو يعني انستابل، بصيروا يعني هيمودايناميكلي انستابل اند بصيروا هاي يعني سيفيرلي هايبوكسيك. اذا مانجمنت انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت جيف اوكسجين. بدهم اكسجين ولا لا؟ بدهم اكسجين ولا لا كون عندهم سيانوزس؟ اكيد بدهم صح ولا لا؟ بوت هيم ان ني تشست بوزيشن، حطهم في وضعيه القرفصاء اللي ني تشست بوزيشن. شو رايكم؟ بدهم وضعيه القرفصاء. شو بتعمل؟ شو بتعمل بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس؟ شو بتعمل بالسيستميك فاسكولار ريزيستنس؟ شو بتعمل في السيستماتيك سيركوليشن؟ بزيد السيستميك فاسكولار ريزيستنس. بزيد السيستماتيك فاسكولار ريزيستنس، ممتاز. اذا زاد السيستميك فاسكولار ريزيستنس شو بنعمل احنا بالشنت بالرايت تو ليفت شنت؟ تعكس الشنت، نعكس الشنت، بنقلل الشنت، بنقلل كميه الدم اللي بنتقل من رايت ليفت بنقلله، فاذا السينوزس بيقل. ممتاز، حلو، بيقلل الشنط، حلو، بزيد السيفز رصاص، حلو جدا. give him IV fluid bolus. IV fluid bolus شو رايكو؟ IV fluid bolus لما تعطيهم انت IV fluid bolus هيك بتزيد الفوليوم في السيستماتيك سيركوليشن. لما تزيد الفوليوم في السيستماتيك سيركوليشن هذا بيمنع الدم من الرايت سايد، شو ماله؟ يروح عوين على الليفت سايد. شو رايكو؟ طيب احكي لك give loading dose of digitalis. تعطيهم digitalis، هل digitalis هو علاج لايش digitalis؟ للهارت فيلر يعني. هارت فيلر، هل هون اتس انديكيتد؟ هل الطفل شوينج ساينز اوف هارت فيلر بالسؤال؟ لا، ديجيتالس كان بي يوزد ولكنه مش بالسيناريو هذا. ديجيتالس از ون اوف ذا اوبشن اتس يوزد فور تريتمنت هارت فيلر عند الاطفال، ولكن الطفل هذا ما عنده ساينز اوف هارت فيلر، لذلك هاي غلط. ادمنستر 0.01 تو 0.02 ملغ بير كي جي مورفين. شو رايكم؟ نعطي احنا مورفين، الجرعه هاي جرعه قليله هي، بس على كل حال نعطي احنا عاده 0.1 ملغ بير كي جي. فهاي بنعطي احنا مورفين. شو ميزه المورفين؟ شو بيعمل بالبلمونري فاسكولار ريزيستنس؟ شو بيعمل بالبلمونري فاسكولار ريزيستنس؟
بيقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس. كونه بيقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس شو راح يعمل بالشنط؟ راح يقلل الشنط لانه له فاز دايليتيشن افكت على البلمونري سيركيليشن، فلذلك بيقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس. لما يقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس بهاي الطريقه كمان احنا بنقلل الشنط. فالجواب هو دي تيتسبلز هو هايبرسونيتك تيتسبلز. عرفوهم هيو مانجمنت اوف هايبرسونيتك هيو هوم ستيبس لازم يو ريكوير رابيد اند اجريسيف ستيب وايز ابروتش بليس ذا بيشنت نيد تشست بوزيشن ادمستر اوكسجين اف ذيس فيل ادمستر انترافينوس فلويد بولس اللي هو 10 to 20 ml per kg and dose of narcotic المورفين can be used 0.1 mg per kg intranasal fentanyl or midazolam can be used IV or بعض الأحيان IM أو subcut. If the above following fail you have to give IV beta blocker اللي هو propranolol 0.1 mg per kg or ismilol 0.1 mg per kg per dose. واضح النقطة ولا لا؟ بعدين بنعطي ismilol infusion. If beta blocker failed insufficient نعطي phenylephrine 5 إلى 20 microgram per kg bolus. If all of these major failed, المريض بحاجة إلى emergency complete surgical repair أو بيكون بحاجة إلى emergency اللي هو ortho pulmonary shunt operation. واضح النقطة ولا لا؟ هذا هو الابروتش للعلاج. إذا انتبهوا له الهارت فيلر ديجيتال يستخدم للهارت فيلر. واضح النقطة ولا لا؟ ديجيتال يستخدم للهارت فيلر. فرص سماعي يستخدم للهارت فيلر. وأنا الطفل ما عنده أي علامات بتدل على هارت فيلر عشان نستخدم هاي الأشياء. طيب سؤال 14 3 year old male come to clinical feature of acute hemolysis and acute hemolysis he is known to have G6PD deficiency and G6PD لاحظوا مركزين على وحدة ايش وحدة الهيماتولوجي وبالتحديد على موضوع الهيموليزيس صح بالطبع يعني هذا السؤال الثاني او الثالث في موضوع الهيموليزيس which of the following laboratory feature would not be seen in this condition انتبهوا للطلاب اللي بقعدوا ثلاثة أربع أيام مش نايمين قبل الامتحان انتبهوا هاي الكلمات تغير مجرى السؤال كامل would not be seen مش راح نشوفها free hemoglobin in the urine هل بنشوف free hemoglobin in the urine ولا لا hemoglobinuria أكيد بنشوفها elevated reticulocyte count هل بدل على الهيموليزس elevated reticulocyte count كانت موجودة هاي الخيار بموضوع الهيريتروسيتوزس أكيد elevated reticulocyte بدل على الهيموليزس أكيد elevated haptoglobin ولا low haptoglobin شو رايكو؟ لو هابتوغلوبين واضح indirect hyperbilirubinemia يكون مرتفع الـ indirect bilirubin أكيد صحيح elevated LDH كمان صحيح جواب هون هابتوغلوبين بدل elevated لازم يكون إيش لو laboratory confirmatory test أو confirmation for hemolysis هي anemia هي واحد increase reticulocyte count reticulocytosis and sign of red blood cell destruction increase lactate dehydrogenase low hapoglobin increase unconjugated bilirubin انتبهوا low hapoglobin هاي هون حط لك laboratory finding in hemolysis and in hemolytic anemia. Anemia one marrow response اللي هو reticulocytosis and the release of red blood cell content اللي هي LDH بارتفع, indirect bilirubin بارتفع, الهابتوغلوبين بيقل. انتبهوا له هذا. انتبهوا له hemoglobinuria for intravascular hemolysis. طيب red blood cell morphology changes, spherocytes هاي بنلاقيها بالspherocytosis. سكستوسايت بنلاقيها بالمايكرو انجيوماتيك هيموليتيك انيميا سيكل سيل بحالات السيكل سيل انيميا تارجت سيل بحالات الثلاسيميا انتير دروب سيل بحالات الثلاسيميا واضح ارجوك ركزوا على موضوع الهيموليزس مهم جدا بلوس كليرا از ريكوجنايز فيتشر اوف بلوس كليرا اللي هو سكليرا لونها ازرق ريكوجنايز فيتشر اوف بيتا ثلاسيميا اتاكس اكتينجكتازيا اسوجينيز امبرفكتا ترازم 21 تيرنر سندروم شو الجواب اسوجينيزس امبرفكتا اللي هو بريتل بون سندروم بسموه او بسموه فراجايل بون سندروم واضح اللي هو اسوجينيزس امبرفكتا واضح اسوجينيزس امبرفكتا هو الكاركترستيك للبلوسكليرا هاي البلوسكليرا انتم شايفين هاي اللون ازرق بلوسكليرا از كاركترستيك فور اسوجينيزس امبرفكتا اجى سؤال زي هيك يعني بيجيب لك اسئله زي هيك اعرفهم واضح طيب وانا شارح لك عن الاسوجينيزس امبرفكتا من ناحيه التعريف ديفينيشن من ناحيه الكوزس من ناحيه الكلاسيفيكيشن من ناحيه كيف نعمل له دياجنوزس والديفرنشال دياجنوزس له والمانجمنت للاسوجينيزس امبرفكت واضح طيب نيجي السؤال بعد السؤال 16 شالد بريزنت وذ فيفر 38.9 يعني هاي جريد تمبريتشر ديزوريا عندنا اللي هو الم مع التبول ديزوريا يورين بايوريا از بريزنت مبين انه اليورين فيتو قيح فيتو يورين بايوريا از بريزنت اند يورين كلتشر شو 104 كالونيز اوف ايكولاي واضح شو رايكم هذا الطفل ايش موست بروبلي شو عنده
most probably شو عنده؟ عنده UTI. ممتاز، عنده UTI. most probably عنده UTI. واضح. طيب هسا what would be the most appropriate for this child? Start treatment as urinary tract infection on oral cefixime. شو رأيكم، هاي صح ولا لا؟ لازم نعتبر الطفل عنده UTI أو نعتبره أنه عنده UTI ونبلش له علاج على oral antibiotic. oral antibiotic يعني كأننا نعالجه outpatient ولا inpatient بده. outpatient ولا inpatient اعتمادا على الشرح هذا. outpatient ولا inpatient. outpatient. واضح النقطة. لا، مهم جدا موضوع الـ UTI وفي موضوع الـ infections in general تعرف شو الـ criteria for hospitalization خاصة عند الأطفال. مهم جدا كونك طبيب لك تتخرج تفتح عيادة، لازم تعرف مين هم الأطفال اللي لازم تحولهم للمستشفى، مين الأطفال اللي لازم تعالجهم في البيت. هاي مهمة جدا إلك واسألوا عنها. start treatment as urinary tract infection on oral cefixime اللي هي cefixime أتوقع هو second generation cephalosporin. هاي هي الجواب الصح. طيب start prophylaxis، بلش على prophylaxis على trimethoprim sulfamethoxazole. هل هاي صح؟ استخدم prophylaxis. غلط، الطفل هذا عنده UTI لازم نعطيه علاج مش بروفيلاكسس، فهي غلط. طيب واضح. بحكي لك 104 كالوني are considered insignificant in this patient. هل ال 104 كالوني insignificant؟ هل بإمكاننا نحدد من المعلومات اللي معطينا إياها بالسؤال إنها insignificant أو إنها significant؟ دكتور محمد بحكي إنها significant. شو رأيكم؟ هل بإمكاننا نحدد من المعلومات الموجودة إنها significant ولا insignificant؟ سيمتوماتيك هو المريض. المريض سيمتوماتيك. طيب يعني سيجنيفيكانت راح يعني سيجنيفيكانت. طيب هو احنا بنحدد سيجنيفيكانت او انسيجنيفيكانت اعتمادا على ايش؟ سيجنيفيكانت بكتيريوريا هاي بنسميها احنا اللي هي سيجنيفيكانت بكتيريوريا. واضح؟ عن طريق حرارته لانه 39. لا هسه طلعوا علي، هي بتعتمد على انها تكون سيجنيفيكانت ولا لا على الكوليكشن ميثود. اذا كانت الكوليكشن ميثود suprabubic aspiration بيحكي لك any growth يعتبر significant. إذا كانت الكولكشن عن طريق urinary catheter أكثر من 10,000 أكثر يساوي 10,000 هي significant. إذا كانت midstream without catheter أكثر من 100,000 أكثر يساوي 100,000 تعتبر شماله تعتبر significant. بيحكي لك consider 10,000 إلى 50,000 if there is a high clinical suspicion of UTI. زي هذا الطفل، الطفل هذا high clinical suspicion of UTI ولا لا؟ high clinical suspicion. ولكن المعلومات اللي معطيك إياها هنا مش كافي إن نحدد إنها significant ولا insignificant. واضح؟ المعلومات اللي معطيك إياها هنا السؤال مش كافي، يعني مش معطيك شو the method of collection، مش معطيك the method of age of collection، والأمر الآخر مش معطيك قديش عمر الطفل أصلاً. فلو كانت مثلاً اليورين كوليكشن عن طريق سوبرا بيوبيك، شو بتكون هاي الكمية؟ 104 تكون significant. لو كانت الميثود اوف كوليكشن مثلا يورينري كاثتر او ميدستريم بتكون شو مالها هاي؟ تكون insignificant. فلذلك الجملة هاي جملة شو مالها؟ غلط انا نحطها جواب، لانه ما بنقدر نحدد، لازم نعرف شو الميثود اوف كوليكشن، هذا هو اللي بحدد هل هي significant ولا لا. طيب repeat urine and culture، هل في داعي تجربية اليورين والكلتشر والطفل عنده clinically وحتى laboratory عنده evidence of infection؟ ما في داعي، واضح ما في داعي. ultrasound abdomen to rule out features of UTI، هل نعتمد احنا على ultrasound to rule in or to rule out UTI؟ جواب ايش؟ لا، جواب لا. واضح، بنعمل احنا ultrasound للكدني اذا كان عندي severe UTI to check for complication of UTI، لأنه الفيبرايل UTI أو السيفير UTI can be complicated with kidney scar and kidney involvement. فلذلك جواب هنا إيش؟ start treatment. start إيش؟ treatment. واضح النقطة ولا لا؟ start treatment هذا هو الجواب. you have to start treatment as soon as possible عند هذول الأطفال، لأنه في حالات السيفير فيبرايل UTI في عندك risk of renal scar. إذا صار عندك رينال سكار يمكن يصير عندك إليمنت أوف رينال فيلر عند الطفل. لذلك عشان to avoid this you have to start treatment. you have to start treatment as soon as possible. واضح النقطة ولا لا؟ هيو لازم تبلش في التريت. هون شارح لك حط لك definition of urinary tract infection عند الأطفال. significant bacteriuria clinical relevant uropathogen أهم شيء الإيكولاي طبعا. symptomatic patient
طفل هذا سيمتوماتيك يعني مبين عند بيوريا. طيب هسه مهم جدا نعرف انه early antibiotic therapy within 72 hours of presentation may prevent renal damage. هاي مهمة جدا، هاي مهمة جدا نعرفها. بحكي لك delay in the treatment of febrile UTI was associated with increased risk of renal scarring. Delay for 48 hours or more increase the new renal scarring by approximately 47%. فلذلك you have to start treatment في ال cases of with high probability of UTI. واضح؟ طيب يجي للبعدية، السؤال البعدي شو ال first line of treatment تعتمد على هي ال recommendation هون مشروحة شو ال first line of treatment. بحكي لك بحكي لك second and third generation cephalosporin and aminoglycoside are appropriate first line agent for empiric treatment of UTI in most of the children, particularly in those with increased risk of renal involvement. عندهم حرارة أعلى من 39 اللي هو second and third generation cephalosporin and aminoglycoside. واضح النقطة ولا لا؟ طيب في عندنا oral therapy يعني لل outpatient treatment، وفي عندي أنا parenteral therapy هذول لل inpatient treatment، لازم تعرفوه. طيب يجي للبعديه السؤال 17. 2 day old newborn baby has absent red reflex. absent red reflex يعني شو عندنا؟ احتمالية شو يكون عندنا؟ differential of absent red reflex. differential of absent red reflex ايش هو؟ كاتراكت. كاتراكت كاتراكت. هسه 2 days هاي شو بتكون الكاتراكت؟ congenital كاتراكت. في عندي congenital، اهم differential للابسنت ريد ريفلكس للاطفال حديثي الولاده congenital كاتراكت، وكمان زي ما انت حكيت في عندنا الريتينوبلاستوم. واضح النقطه ولا لا؟ طيب ان جنرالي الريتينوبلاستوم بتيجي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ريتينوبلاستوما يونيلاترال. ممتاز. هون شو حاطط لك اياها بالسؤال؟ شو مال الابسنت ريد ريفلكس؟ bilateral. طيب urine test is positive for reducing substance. يعني في اليورين في عندي انا مواد اسمها reducing substance، مواد سواء جلوكوز او بروتين او reducing substance. شو رايكو؟ has soft heart murmur، عنده soft heart murmur in the exam. most likely diagnosis ايش بفكر؟ مرض اسمه bump disease. bump disease هذا نوع من انواع الكولاجين metabolic disorder، يصير عندي تراكم للكولاجين في الخلايا. tyrosinemia مرض metabolic، تصير تراكم في التيروزين في الجسم امينو اسيد. او جلاكتوزيميا ولا ريتينوبلاستوما ولا كونجينيتال بي دي اي. شو رايكم شو الشيء الاصح نجاوبه كون الطفل عنده ريديوسينج سبستانس باليورين وعنده بايلاترال كاتراكت؟ مين من هذول بيجي معاه كاتراكت من هذول الامراض اي بي سي دي اي بيجي معاه كاتراكت؟ اللي هو جلاكتوزيميا، اللي هو ايش؟ جلاكتوزيميا. واضح جلاكتوزيميا. ريتينوبلاستوما ما بتيجي دكتور علاوي بايلاترال. most likely two third of the cases of retinoblastoma بيجوا unilateral. واضح؟ نسبة النتيجة bilateral كأنه 20% فقط، 80% من الحالات هي unilateral. لذلك الجواب هنا galactosemia. واضح؟ galactosemia على الأغلب. واضح؟ هي أنا هشرح لك عن الفيس galactosemia وشو المانفستيشن اللي بيجي فيها. طيب لو حكى لي الطفل هذا نفسه حكى لك أنه شخص بالgalactosemia، شو most likely cause of sepsis عند هذول الأطفال؟ إيكولاي. هذا من الأشياء اللي بتيجي الامتحانات كثير انتبه لها، بيجوا بـ إيكولاي سبسس. طيب طيب نيجي للبعديها. بحكي لك 18 3 year old boy comes with clinical feature of delayed motor milestone. delay motor milestone عنده تأخر في الموتور milestone. calf hypertrophy and positive gower sign. إيش هذا؟ أيوه حطي لك التشخيص أصلا، حكي لك أنه مشتبه أنه عنده إيش؟ Duchenne muscular dystrophy suspected. بحكي لك what is the most appropriate test to make the definitive diagnosis. شو رايكو؟ سرم CBK level نطلب ولا سرم troponin level ولا EMG electromyography ولا muscle biopsy ولا سرم dystrophin level؟ شو رايكو؟ شو الجواب؟ muscle biopsy اللي هو muscle biopsy. ممتاز. في طلاب كثير شو جاوبوا بالغلط؟ سرم dystrophin اكيد يعني. سرم dystrophin. في طلاب ثانيين شو جاوبوا كمان؟ CBK. حلو. هسا اول شيء الدستروفين احنا بنعمله بسرم، فيه فحص اسمه سرم دستروفين، ما بنعمل في شيء اسمه سرم دستروفين ليفل. الدستروفين احنا بنشيكه وين؟ عن طريق ايش؟ عن طريق الجينيتك تيستينج، جينيتك موليكولار جينيتك تيست.
عن طريق الموليكولار جينيتك تيست. في عندنا موليكولار جينيتك ايش تيست. في الموليكولار جينيتك تيست بنعمل جينيتك تيستينج للدستروفين ليفل، وهذا هو الموست كومن يوزد فور كونفيرميشن اوف دياجنوزس. بس انتبهوا، موليكولار جينيتك تيستينج وليس بلد دستروفين ليفل. احنا بنشيك الدستروفين على الجينات، او بنشيك وجود الموتيشن تبع الدستروفين او ابسنت اوف دستروفين، انه الدستروفين مش موجود. اللي هو موليكولار جينيتك، لو حكى لي بالخيارات molecular genetic testing حطليها حطلي muscle biopsy، الموست كومن يوزد هو ليس المصل بيبسي، الموست كومن يوزد هو molecular genetic testing. molecular genetic testing is more common than muscle biopsy. المصل بيبسي used in cases of non-conclusive molecular genetic testing. molecular genetic testing كانت non-conclusive، النكست ستيب تعمل muscle biopsy. واضح، لانه molecular genetic testing يعني فحص شويه non-invasive، يعني ما في داعي ناخذ عينه من العضلات هاي. فالمليكولار جينيتك تيستينج هي الفيرست لاين للكونفرميشن، سكند لاين هو المصل بيبسي. ولكن مش حاطين لك بالسؤال مليكولار جينيتك تيستينج، فالجواب هو المصل بيبسي. السي بي لو حكى لي نفس السؤال، حكى لي بدي انا فيرست لاين لابوراتوري تيست او فيرست لاين الموست ابروبريت نيكست ستيب اوف مانجمنت، بدون ما حط لي ديفينيتيف دياجنوزس. لو حكى لي الموست ابروبريت نيكست ستيب اوف موست ابروبريت نيكست ستيب للمانجمنت، في المانجمنت ايش هو الجواب؟ بيكون ايش؟ سي بي كي. سي بي كي هو اول فحص بنبلش فيه للاطفال المشتبه عندهم دوشيان ماسكولار. شو راح نتوقع السي بي كي يكون؟ هاي هاي فيري هاي، يكون عالي جدا. يكون ايش؟ عالي جدا. اذا كان السي بي كي لو، شو رايكم؟ هل دوشيان ماسكولار في لايكلي ولا ان لايكلي؟ إذا كان السي بي كي لو، الدوشين مسكولار ديستروفي unlikely. You have to think about alternative diagnosis. لازم تفكر بالالترناتيف diagnosis. وهذا حكي مش بس للدوشين مسكولار ديستروفي، حتى للبيكر مسكولار ديستروفي. أول تست لو حكى لك بدي فيرست لاين أو فيرست ستيب، الجواب هو السي بي كي. غالبا راح يكون عالي إذا كان تشخيصنا متوقعينه صحيح. إذا كان عالي النكست ستيب، شو النكست ستيب؟ إنك تعمل either molecular genetic testing، أو إذا مش available molecular genetic testing تعمل مصل بيبسي. إذا عملت molecular genetic testing وطلع non conclusive تعمل مصل بيبسي. تعمل إيش؟ مصل بيبسي. هذا هو الguideline. هذا هو الإيش؟ الguideline. هنا حط لك بحكي لك pathological mutation in the dystrophin gene with genetic testing هي the most common used. هذا the most common used for confirmation. Less often by muscle biopsy. مصل بيبسي evidence of total absence of dystrophin in the in Duchenne muscular dystrophy and reduced dystrophin in Becker muscular dystrophy. الفرق بين الدوشين والبيكر أن الدستروفين بيكون absent، أما في البيكر بيكون reduced، بيكون قليل. ولكن as a first step زي ما حكيت لكم، نعتمد على ال to confirm diagnosis. فهي when dystrophinopathy is suspected, creatine kinase CK should be obtained and the child should be referred to neuromuscular specialist. لازم نعمل CBK as a first line. As a first ايش لاين يحكي لك when molecular genetic testing fail to identify disease causing mutation next step تعمل مصل بيبسي. هذا اللي انا حكيت لك عنه. يجي السؤال 19 بيحكي لك 8 year old girl came to accident in emergency with low grade temperature. Her parents think she is not eating and drinking properly for the last 2 weeks. She is admitted as you can't confidently find the source of infection, but she has no cough, ما عندها cough, no rash, no vomiting, no diarrhea. Next day, complain of headache, صار عندها headache and start vomit, صار عندها vomiting. She has lumbar puncture, عملها lumbar puncture. White cell count 100, يعني مرتفع. White cell count مرتفع. 60% شو ماله؟ lymphocyte, يعني lymphocytic predominant. Lymphocyte predominant, أكثر شيء. Red blood cell 0. Protein 0.3. Protein يعني ارتفاع بسيط. And the glucose 4.3 يعني normal. The glucose normal. Serum glucose 6 وبال CSF 4.3 يعني normal. طيب based on given clinical level، لاحظوا the glucose normal، الوايت سيل كانت مرتفع مين للليمفوسايت، والبروتين مرتفع مايلدلي شويه. ايش هذا كله؟ bacterial fungal viral meningitis encephalitis. الجواب viral meningitis. سؤال قديم جديد هذا، دائما بيجي بالامتحانات. ارجوكم ركزوا انواع المننجاتس والفروقات بيناتهم. واضح؟ البكتيريال الفيرال شو اسمه التي بي توبركلوزس، دوك ركزوا عليهم. هي حط لك الجدول هون ملخص فيه السيربل سوايب فلويد فايندينج ان سنترال نيرفس سيستم انفكشن. واضح؟ انتبهوا لهم هذول. سؤال بعدي، سؤال 20. 4 year old boy has been diagnosed recently with autism. شخص مؤخرا باوتيزم، توحد.
child and parent presented to specialized pediatric clinic. يجوا على عيادة خاصة متخصصة بهذا المجال to start the appropriate treatment. بحكي لك one of the following is correct as a first step of management. ديازيبام, نعطيه ديازيبام, نعطيه منوم أو مهدئ. هل هذا صحيح أن نبلش بالطفل بديازيبام؟ ولا أنت بتدخل الطفل بالحيط؟ بتدخل الطفل بالحيط. ممتاز, يعني منطق أنك تبلش على ديازيبام, يعني هو أنت بدك تهديه, يعني بدك تهديه وتنومه يعني وخلاص وعيش حياته نايم يعني. هل بنفع هذا صح يعني؟ ديازيبام إحنا بنعطيه, بس هل هو as a primary treatment أو as a first step treatment؟ ولا هو الت أو هو بنسميه complementary أو بنسميه يعني complementary, يعني هو إشي بيكون goal directed. شو يعني goal directed؟ إذا الطفل شايفين إنه عنده anxious, عنده anxiety أو عنده anxiety disorder, نعطيه إحنا ديازيبام. واضح؟ بس الديازيبام بدنا نعطيه as a first step, هذا غلط. vitamin and mineral هل يعطى ولا لا يعطى؟ وإذا يعطى هل هو first step؟ بيعطى بس مش first step. يعطى بس لكن مش first step. الفيتامين هو complementary, كمان هو complementary management, يعني أشياء supplementation. هو بيكون بلاكس للأشياء الثانية. الفيتامينز هو ليس primary treatment, هو أشياء complementary, أشياء بتساعد وليست هي primary treatment. الفيتامين والمينرال سيها بتنحط ضمن لأنه التريتمنت طلعوا في عندي أنا behavioral and educational intervention, في عندي pharmacological intervention, في عندي كمان عندي إشي اسمه اللي هو complementary and alternative therapy. complementary and alternative therapy. طيب الفيتامين ما بيجي supportive حكيم؟ الفيتامينز هو من الكمبلمنتري, فيتامينز من الكمبلمنتري and alternative therapy اللي هم vitamins and mineral supplementation and special diet. هذولا complementary and alternative. alternative يعني بدائل, complementary يعني أشياء تدعيمية أو أشياء إضافية, خلنا نسميها أشياء إضافية. في ضمن الفارماكوثيرابي, ضمن السايكوفارماكولوجيكال أو سايكوفارماكولوجيكال ثيرابي, في عنا بإمكاننا نعطي الديازيبام. بس هو هاي الأشياء إحنا بنلجأ لها for targeted symptoms, to target specific symptoms. الإنكزايتي مثلا نعطيها مثلا ديازيبام. واضح؟ الطفل إذا كان عنده sleeping dysfunction نعطيه أدوية ثانية بتساعد في sleeping, منومات. واضح؟ هذول هم انتبهوا له. behavioral and educational, شو رايكم behavioral and educational؟ هاي هي الجواب الايش الصحيح. لازم احنا نبلش behavioral and educational. اولانزابين هو انتي سايكوتيك. اكيد هذا مش هو الفيرست لاين. اولانزابين هو للسيمتوم تارجت ثيرابي, هو شيء سكندري وليس فيرست لاين. جاوب هون behavioral and educational intervention. treatment modality في عندي behavioral and educational intervention. هاي التارجت الكور symptoms of autistic spectrum disorder. pharmacological intervention used to address medical and psychiatric comorbidities أو co-symptoms, symptoms اللي تيجي مع الأوتيزم. don't treat the core deficit, يعني ما بتعالج الاوتستيك سبيكترم ديس اوردر الكور بروبلم اللي عندهم الاساسيه. هذا behavioral education intervention, حط لك امثل على behavioral educational program. high staff to students ratio, teachers لازم تكون special teacher, minimum 24 hours per week service, ongoing program evaluation and adjustment, curriculum لازم تكون يعني خاصه لهم, high supportive teaching environment, functional analysis للبيهيفير تبع هذول الأطفال, family involvement لازم الأهل يكونوا يعني على علاقة يعني على تدخل مباشر بعلاج هذول الأطفال, and close monitoring and modification اعتمادا على child need, على حاجات الطفل. كل هاي ضمن behavioral and educational program أو behavioral and educational therapy. behavioral and educational therapy أو behavioral educational intervention. واضح؟ تبوا هاي النقطة بسألوا عنها بالامتحانات. نيجي للبعدي. 2 years old boy was brought, خلنا نوقف الفيديو هون, بلش فيديو جديد.